طول الفيديوهات مالت البنات يا همام. هابا 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 ما شوية هدد ميت بابا. هدي لا شنجي نفسك بابا، لا شنجي نفسك حبيبي. هاي البنت الأولى هما منطين البنت الثانية. راح أجيب شربت وأجيب سني إذا بوسني. أجيب لك مي. إيه عمري 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 بس لا تبكي، إذا تبكي ما لا لا ما تبكيش ما تبكي عاقلة. أنت عاقلة بابا؟ بلا. منو دندوشة بابا؟ أني. حبيبتي. تحبين بابا؟ إيه. عفوا بنيتي. بابا هم يحبك. منو أرنوبة بابا؟ أني. عفيا. سنة لي الزوجة اسمه؟ إيه. إلا موتها. ما يخالف. ما يخالف. انطيني يا همام عدنان جاهز؟ عدنان شلونك؟ هلا استاذي الله يخليك الله يحفظك. انا صراحه اثرتني هذه الفيديوهات، اريد باختصار تحكي لي انه شنو بناتك شنو مرضهن؟ بعدين ايش قد اعمارهن؟ 11 سنوات وواحده 16 سنه. 16 سنه. شنو واحده بصف سادس وواحده بصف خامس ابتدائي. شنو عندهم؟ مرضهم يسمونه حمى البحر الابيض المتوسط. أي. طبعا هنا بالعراق تقريبا اكثر من 30 دكتور راجعنا. اي. فبس ينطونا حب اسمه كولجيسين. فاكو منظمه اسمها منظمه الاس بدهوك موجوده. المنظمه انطيناهم التقارير مال البنات والفحوصات. والسونارات. فورا كم يوم ردوا لنا خبر انه اكو علاج بدولة الهند، 3 مستشفيات بالهند. مدة العلاج 21 يوم. زين. يعني العراق نعم. كله ما بي علاج لهم؟ لا لا. ما زين. ما موجود. ايش قد يكلف هذا العلاج البنات الاثنين؟ يعني المنظمة قالوا لنا تكلفة العلاج للبنتين دفتروا 20 ورقة. 12000 دولار؟ نعم. شامل كل المصاريف؟ لا لا بس العلاج. زين هم ايش دا يصير عندهم الان؟ هم يصير عندهم الام، يعني شلون الالم مال زايدة الدودية. ويصير عندهم طفح جلدي والام بالمفاصل. ومرات يصير عندهم ضيق بالتنفس لان شكل لهم اكسجين. يعني بالمستشفى ننيمهم. انت مقاتل وين؟ وين دوامك؟ أنا حالياً آمرية موقع الموصل فوج حراسة وحماية 29. جريح حرب، نسبة العجز مالي 60%. أنت معوق حرب؟ نعم. إخوان هذا الكلام إحنا دائماً نعيده، ليش منتردون من المواطن؟ المواطن ينطي، هذا مقاتل ضحى وعنده عوق وبناته بهذا الشكل وما لهم علاج وموجود بأقليم كردستان. يعني أنا وجه رسالتي للسيد بنكين اللي بدهوك، وجه رسالتي للسيد فرهاد الأتروشي، وقبل هذا الرسالة للسيد مسعود البرزاني ومسرور البرزاني. أنا راح أبعث لكم هذا الفيديو. المبلغ كلش تافه، كلش تافه المبلغ ولا يساوي شيء. هسه قد يكون أنتم ما مطلعين، أنتم ما تدرون، ما سامعين، لكن زين. وبعدين سيد الكاظمي، سمعت الطفلة ايش قالت؟ تقول إلى الأب الحنون الكاظمي. والله أنا تدري من شفت ذن البنات شنهن طيور ذهب،
اتقطعت من داخلي. انا اتمنى عليك يا اسراد الزي هذا السيد حسنين واد الزو الى المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء. والله ابو هيا انت ما تقصر، وانا اقول لك اياها ذني بضميرك، ذني البنات، وهذا مقاتل وعوق 60%. وتدري شلون يشوف الاب والام لما يشوف بنيات الاثنين يلوزن تال الليل؟ بعد بقت يمكم، وانا راح انشر هذا الفيديو وايضا عتبي على الاخوه في اقليم كردستان. قبل ما تدرون هسه دريتم، واريد اسمع رد خلال هاليومين من دوله الرئيس ومن السيد البارزاني ومن القيادات الكرديه.